السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بيجي أسئلة كتيرة، أتعلم البرنامج دوت ولا البرنامج دوت؟ البرنامجين منافسين والاتنين بيعملوا نفس الحاجة. طب أنا أتعلم أنا واحد فيهم، مثلا 3 دي ماكس والمايه، طب أنا أتعلم أنا واحد فيهم؟ لازم أقعد أقرأ وأقارن بين أي برنامجين عايز أتعلم واحد فيهم. في المثال مثلا الأركيكاد والريفيت، فبدخل أعمل في جوجل ريفيت وبعد كده في اس اركيكات او اوتوكات او تكلا او اي برنامج من البرامج دي، واحاول اعرف المزايا بتاع كل برنامج، ما اخدش فتوى جاهزه. ليه؟ لان ممكن كل واحد محتاج في الشغل حاجه معينه، ممكن واحد مثلا انتريو ديزاين فالاحتياجات بتاعته مختلفه عن واحد بيشتغل مثلا في اللاند سكيب مثلا او بيشتغل في الحدائق، او يعني كل واحد بيبقى ليه الاهتمام بتاعه، فلازم افهم الفرق بين الاثنين. وممكن تلاقي واحد فيهم اقوى بكتير من التاني، او تلاقي واحد فيهم ليه ميزه والتاني ليه ميزه تانيه، فابدا اشوف المزايا بتاع كل واحده فيهم والانسب وهكذا. طيب والحاجه المهمه برضو في المقارنه، هل هو منتشر في منطقتي ولا لا؟ هل هو منتشر في منطقتي ولا لا؟ ممكن يكون برنامج قوي جدا ومنتشر في مكان بعيد او منتشر على مستوى العالم، بس هو مش معروف في المنطقه اللي انا فيها، تمام؟ فابدا اخد بالي. طيب اعرف الموضوع اكتر، برنامج منتشر ايه؟ في مثلا حاجه اسمها جوجل ترندز، تمام؟ بيقول لي الكلمه دي متكررة ولا لا. خلينا مثلا نكتب مثلا كلمه ريفيت، تمام؟ اهو هيبدا يدور لي عليها ويبدا يشوف لي مذكوره فين وبتاع. وبعد كده في حاجه اسمها كومبير، هقول مثلا اركي كيت، تمام؟ هيبدا يقارني بين الاثنين، تمام؟ ريفت واركيكاد، وبيقول لي ان الريفت هي الاخطر في البحث، تمام؟ طيب انا اقول له بقى ايه الكاتيجوري، انا عايز كاتيجوري معين، او ده في امريكا نوت ستيتس، فاقول له لا انا عايزها في مصر ايجيبت، تمام؟ هو يبدا ايه يجيب لي مقارنه بين الاثنين في مصر، شوف انهي واحده اللي مذكوره اكتر، برضه ريفت مذكوره اكتر. ف الاختيار ان انا هشوف المنتشر في منطقتي، ليه؟ اقدر انا اتقنت البرنامج ده وبقيت كويس فيه، الشركات قليله جدا اللي طالباه، فمعنى كده ان هو شبه اللي انا هبذل جهد كبير قوي على الفاضي، تمام؟ هو بيقول لك ان منتشر جدا في اسكندريه بالذات يعني، فلا لازم اختار. يعني مثلا لو انت بتفكر تتعلم ياباني ولا صيني ولا هندي، تقعد تكتب بين التلات لغات وتسأل عدد الناس اللي بيتكلموا اللغة دي، لما انا اتقن اللغة دي هقدر اتكلم مع كام واحد؟ اليابان مثلا نقول 200 مليون، الصين مليار وي، وهي اللي بتكتسح العالم، وهي اللي هتبقى مطلوبة جدا في السوق، يعني عايز تنشر ثقافتها، فهتلاقيها عايزة ناس كتير تترجم اللغة بتاعتها، فهتلاقي شغل كتير قوي لو انت بتعرف صيني وهكذا. فانا بدور على اللغة المنتشرة، ما ايه الفايدة لو انا اتعلمت برنامج محدش مهتم بيه وفي الشركة عايزاه؟ مثلا في الانشائي، في التحليل الانشائي، في تابس، في سياس، في روت، فانا هتقن انا واحده فيهم، والعمر لا يسع ان انا اعرف كل حاجه في كل حاجه، فلازم اركز. برضه من ضمن الحاجات لينكد ان، تمام؟ صديقي الاستاذ هشام جعفر. طيب في لينكد ان ممكن تكتب كلمه مثلا ريفت وتشوف النتيجه جت كام مره، وتكتب كلمه اركيكات وتشوف النتيجه كتبت كام مره في جزء بتاع البحث، يعني هكتب هو ريفت، انا مش بعمل ده لحد، تمام؟ لا ده ولا ده، بس انا بدور على ازاي يفيدك وازاي بتوفر معاك الوقت. الريفت تقول له انا عايز في الجوبس، تمام؟ وتبدا تشوف النتائج، هل هي كتيره ولا لا؟ هل ناس كتيره مهتمه بيها ولا لا؟ طب لو كتبت اركيكات في قطر مهتمه ولا لا؟ طب انا مش بفكر في قطر، ده انا بفكر في بريطانيا، اقعد اركز على بريطانيا، ايه البرنامج المهتم بيها؟ فانا كده قدرت احلل سواء بالترندز جوجل او باللينكد ان اني وظيفه فيهم او اني برنامج او اني حاجه اللي مهتم بيها. يعني لو انا عايز اذاكر لغه برمجه ببدا اشوف موقع مثلا لمواقع التوظيف، الناس تقول طالبه جافا ولا طالبه سي شارب ولا طالبه مثلا بايثون، والافضل او اللي الناس كلها طالباه اكيد اللغه دي هي دي اللي لها رواج ودي اللي هتلاقيها المستقبل، فاروح مركز عليها. هي بس مجرد ان انت تبذل جهد بسيط هيوفر عليك ان انت تقعد تذاكر شهور، في الاخر تكتشف ان اللي انت بتذاكره دوت مش هيوصلك لحاجه.